لقاء الاجتماع مع الأبطال الكبيرة جانب روسي جاب سيارة زين بتصير تفاوض كل سيارة زين رفضنا قد يقل التفاوض للجهة المقابلة حاجة رفضنا هذا الكلام وصرينا أن يكون اللقاء بالخيمة وعلى أراضينا لذلك الجانب الروسي لغى الاتفاق ولغى الاجتماع وقال الاجتماع ما بيتم اذا ما تم الاجتماع بالجهه المقابله لضيق النظام، نحن رفضنا هذا الكلام لذلك التغت الجلسه. ولغوها الجانب الروسي.